بمنتهى الموضوعية، بمنتهى الحيادية، والله كان قصة وحكاية ورواية. دايما المهاجم كده ليه مواصفات، يعني انه يبقى قوي، يبقى سريع، يجيد العاب الهواء، يا سلام لو بيلعب برجلين اتنين. هو كان عنده كل ده وزيادة عليهم كمان ستايل، يعني تحب تتفرج عليه وهو بيلعب كورة، والكورة بيستلمها ازاي وبيجري بيها ازاي وبيفنشها ازاي. بيبيتو او علاء ابراهيم طبعا ضيفنا، وواحد من المع نجوم مهاجمي الاهلي طبعا في فترة لعب فيها الحقيقة ومتع جمهور وحقق نتائج وبطولات مع النادي الأهلي، بشرفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء النور. أنا سعيد جدا في قناتنا وعشقنا وحياتنا كلها. الحقيقة الواحد لما بيلعب في النادي الأهلي كل محور حياته من أول ما دخل النادي لحد ما يعني لما الروح تطلع لفريقها زي ما بيقولوا بتدور في فلك النادي الاهلي. ربنا يديك طول العمر والصحه كابتن علاء، منورنا ومشرفنا في بيتك طبعا. وانا الحقيقه يمكن عندي موضوعات كتيره جدا يعني حابب اتكلم فيها معاك، بس الاول في شريط ذكريات عدى كده ولقطات واهداف ونجاحات وبطولات، يعني اكيد حرك حاجات جواك. اكيد طبعا الواحد بيبقى سعيد جدا لما يبقى فيه يبقى جزء ولو جزء صغير في كيان كبير زي كيان النادي الاهلي. الحقيقه يعني الحمد لله كنا لينا الحظ ولينا النصيب وربنا كتب لنا ان احنا نبقى في نادي كبير زي نادي الاهلي. حتى بعد ما بطلنا بنبقى سعداء بالانجازات واللي بيحصل في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وحاجه يعني بالنسبه لنا بتبقى حاجه يعني تاريخيه بالنسبه لنا. فالحمد لله الواحد بيشكر ربنا طبعا. يعني النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني زي ما قلت لحضرتك بندور حوالينه من ساعه ما دخلنا النادي، من اول ما دخلنا النادي لحد هذه اللحظه واحنا بندور حواليه لحد ان شاء الله ما يأذي ربنا سبحانه وتعالى. انت بالتاكيد قصتك يعني قصه نجاح ما فيش شك مع النادي الاهلي، فيها كتير من الحاجات اللي اتعلمتها، الحاجات اللي ضافت ليك في حياتك كلها مش بس جوه الملعب، وفي حاجات ممكن حتى كمان تنقلها للي جاي. يعني احنا هنتكلم على اللي جاي النهارده طبعا بالتاكيد معاك. اهم حاجات استفاد منها كابتن علاء ابراهيم من مشواره جوه النادي الاهلي؟ يعني بص النادي الاهلي موضوع مختلف، موضوع مختلف. حتى اللعيبه اللي بتيجي بتفكير يعني يكون غالب عليهم يعني الناحيه الشخصيه شويه الدنيا بتختلف معاهم، ما بيكملوش. المصابره والاجتهاد والتعب هو ده اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي، هو ده اللي بيستمر في النادي الاهلي. انا جاي من المنيا بس كنت وانا بلعب وانا صغير متحمل مسؤوليه، يعني متحمل مسؤوليه بيت كامل، عيله كامله، متحمل مسؤوليه نادي كبير زي نادي المنيا. جيت النادي الاهلي ما اختلفش كتير، بقيت اشتغل واتعب واجتهد لحد ما وصلت الحمد لله. انا يعني يمكن راضي في الفتره الخمس سنوات اللي انا قضيتهم في النادي الاهلي، الحمد لله راضي بشكل كبير جدا على اللي انا قدمته للنادي الاهلي. انت لعب جنبك مهاجمين كتير في النادي الاهلي، يعني كان معاك في السكواد كابتن حسام طبعا، فاروق وبلال، فاروق وبلال طبعا، وعلي ماهر، وجي بعد كده روبرت اكوراي وايفيلينو. لا مدربين ده اللي جه قبل كان اخر حاجه كان الجيل اللي طالع بعدين كان حسام حسني كمان. وكان طالع عماد متعب، يعني لسه بقى طالع الفتره دي شويه. يعني المنافسه كانت صعبه اكيد. النادي الاهلي يعني يختلف عن الفتره دي الحقيقه. لا كان النادي الاهلي خمس ست فراوده والفتره اللي كان فيها كمان الكابتن حسام كنا كلنا بندور في واحد. مين اللي جنب كابتن مين حسام؟ جنب حسام حسن طبعا. لما مشي كابتن حسام لا وسع السكه وخلى القاعده بقى توسع شويه. بدا بقى اثنين غير ما كنا بتشتغل على رقم واحد. لكن كان في انا كل سنه من الخمس سنين اللي قضيتهم في النادي الاهلي في منافسه بينه وبين خمس فراوده رؤوس حربه جامدين جدا. الحقيقه النادي الاهلي السنه دي تطلع واحد تطلع اثنين، السنه اللي قبلها برضو واحد اثنين. نضرب شويه في المهاجمين. السنه اللي جايه بتراهن على النادي الاهلي حاجة. يعني لا يعني هو السنه الموسم اللي جاي الدنيا مختلفه طبعا. انا شايف عظيم. يعني حتى كنت من شويه كده بشوف لقيت الناس المصنفه ان تلعب اطراف ورؤوس حربه ما شاء الله السنه دي مختلفه عن قبل كده. فاعتقد ان شاء الله التهديف يمكن انا قلت قبل كده في برامج قبل كده وفي النادي الاهلي ان لا يصح النادي الاهلي يبقى يعني اربع خمس سنوات هداف الدوري مش من النادي الاهلي. بس السنه دي هداف الدوري الحمد لله. ده اللي احنا وبالمناسبه على فكره يعني على الرغم ان الموسم كان صعب جدا وشاق جدا وما قدرناش نحقق بطوله الدوري، لكن الاهلي اقوى فريق هجوميا على مستوى كل فرق البطوله. يعني شوف عشان نتكلم 70 جول في موسم يعني الحمد لله طبعا ان احنا حققنا البطوله. يعني خلينا نتكلم بمنطقيه، يعني طبيعي ان انت لما تبقى منافس في اربع خمس بطولات
فدي واحده ما يعني ما فيهاش مشكله يعني. اه طبعا يعني مبروك للزمالك طبعا عشان الناس برضو ما تحسش ان احنا يعني، لا مبروك للزمالك، بطوله يستحقها. اه مش عايز اقول النادي الاهلي فرط فيها، لكن هو فرط فيها او راحت منه باسباب منطقيه، مش اسباب كمان يعني يعني لا خارجه عن اراده النادي الاهلي. البطولات، بطوله اثنين، بطوله افريقيا، سوبر، لا يعني الحقيقه كتر خير النادي الاهلي ان احنا يوصل البطوله دي. يعني انا شايف انا منطقي انها تروح، خصوصا ان احنا بيدينا حافز كمان اللي بعد كده. الحقيقه انا كمشجع للنادي الاهلي، بعيد عن انا لعيب يعني، انا مستفز الفتره دي الثلاث اربع خمس الاسبوع اللي فات ده من ساعه ما البطوله دي راحت شحنت بطاريات. اه ده حقيقه، انا نفسي شوف انا مشجع، تخيل بقى اللعيبه او المجلس الاداره والجهاز الفني يبقى عاملين ازاي. صحيح. فان شاء الله نتمنى النادي الاهلي، كلنا نتمنى كل البطولات ان شاء الله تبقى في النادي الاهلي. طب خليني افتح معاك منتخب مصر بقى عشان الوقت ما ياخدناش. مصر بكره تبتدي ان شاء الله مشوار تصفيات كاس عالم، وانت عارف كاس العالم عزيز علينا شويه. يعني بنقعد مش عارف بقى، حظنا وحش في الظروف ضدنا، قعدنا 30 سنه عقبال ما وصلنا مره ثانيه 2018. شايف فرص المنتخب في الوصول لكاس العالم والتشكيله دي وقياده كابتن حسام البدري ان شاء الله اللي هيبتدوا المشوار بكره مع انجولا ازاي؟ يعني شوف، هو في وجهه نظري افضل تشكيله يعني اخذها الكابتن حسام، يعني حسام افضل ناس ماشيه بشكل منتظم الحقيقه. يمكن اختلاف على واحد او اثنين كده يعني، كان ممكن نتكلم على احمد رفعت بتاع المصري، يعني في وجهه نظري كان يستحق. عامل موسم كويس، ماشي بشكل كويس، واحد او اثنين. فلما تختلف في حد تاني غير رفعت، يعني بص هنختلف بقى في واحد في اثنين في المساكين يعني. يعني انا شايف علي جبر يعني لا يعني بعيد شويه، يعني كان ممكن نحتاج حد احسن يعني افضل من كده يكون الدنيا يعني ماشيه كويس. علي جبر ما كانش اساسي شويه في بيراميدز، برده بعيد عن مستواه، مش هو ده علي جبر بتاع الزمالك ده حقيقه. كنا محتاجين حد يعني جنب الونش، جنب ايمن اشرف، جنب حجازي يفرق. لكن الموجودين اعتقد برده يعني علي جبر او الناس اللي هي موجوده في نص الملعب الامور ماشيه بشكل كويس. الطرفين، نص الملعب، الفراوده، انا شايف موجود صلاح وشريف، لا الدنيا احسن كتير. انا شخصيا متفائل، لكن خلي بالك برضو استعدادات الانديه مختلفه عن الفتره اللي فاتت. احنا برضو للاسف التصفيات الافريقيه مع فرق قليله جدا، والنتائج خلينا نتكلم منطقيين مش على المستوى المرضي الحقيقه. يعني نتعادل، بنتكلم على ماتشات التصفيات بتاع مهالة لكاس الامم الافريقيه. يعني فرق اقل وحققنا نتائج يعني متواضع. مش مرضيه. كاس عالم لا، هتلاقي انجولا بشكل مختلف تماما. يا ريت، اتمنى هو طبيعي طبعا. ده يبقى مشوار اصعب يعني. الهدف كبير. الهدف اهم طبعا، والمنتخبات اللي معاك نسبيا اقوى من اللي كانت معاك. عشان كده المؤشر اللي في البطوله الافريقيه الحقيقه ما كانش مرضي، دي رقم واحد. رقم اثنين الاستعداد برضو، احنا خلينا نتكلم منطقين، احنا برضو في ظلم لجهاز المنتخب. اربع ايام في موسم منهك جدا للعيبه، كل اللعيبه جايه يعني. ما الجمهور بيقول لك يا كابتن علاء احنا مش عايزين شماعات، يعني احنا هدفنا انت توليت المسؤوليه، وكل ده كان معروف سواء لاتحاد كوره، انا مش بتكلم بس او يعني بحمل المسؤوليه بس للجهاز الفني، لكن ده كان معروف لاتحاد الكوره ان الموسم مضغوط واللعيبه هتخلص متاخر، وان الانديه المصريه مشاركه في كونفدراليه وفي بطوله وفي دوري ابطال، وانه تصفيات كاس العالم معلن عنها هتبتدي في سبتمبر. فكونك انت ما حطيتش السيناريو الامثل بقى انك انت تتعامل مع المعطيات دي، او اصل ما جاتش مفاجاه برضو. طبعا. صح ولا ايه؟ فالشماعات هنا مرفوضه. يعني ما تقوليش محترفين مش موجودين، ما تقوليش اللعيبه مجهده، ما تقوليش ما عملناش معسكر قبل او مباراه وديه قبل يعني كل ده بالنسبه للجمهور مش داخل في الحسابات، ده في ظني وتقديري يعني. انا في وجهه نظري يعني هنقول المحترفين ما جوش، انا في وجهه نظري محمد صلاح بس. يعني الباقي يعني تريزيجيه برضو يعني، لا تريزيجيه اصابه يعني، بس يعني إصابة لكن بس كان اساسي مع معلش المتخب. بس تريزيجيه في الفتره اللي فيها شريف، اللي الفتره اللي فيها حسين الشحات، اعتقد يعني ممكن الدنيا تبقى كويسه جدا. تمام. ده في وجهه نظري. لكن هو صلاح اللي فعلا اللي ممكن يتاثر بيه منتخب مصر، وان شاء الله ما يتاثرش يعني. هو ده الوحيد اللي هو ممكن يصنع الفرق معاك الحقيقه، مش موجود.
لكن ان شاء الله انا شايف شريف بمستوى كويس. مصطفى محمد يعني انا مش متابع قوي الدوري التركي يعني ما اعرفش حالته عامله ازاي يعني على عكس بداياته يعني الاصابه مستواه يعني انخفض شويه مش بيشارك اساسي بقاله فتره. للاسف مشكله اللاعب المصري باستثناء محمد صلاح ان البدايه بتبقى كويسه قوي وبعد كده الدنيا بتختلف خالص. بتعدلي خمس مهاجمين، انت كنت مهاجم في فرقه الاهلي بتقول لي جنبي خمسه تقال، فما بالك بمنتخب مصر. عدلي خمس مهاجمين النهارده من وجهه نظر علاء ابراهيم سوبر او يستحقوا ان هم يبقوا محترفين في انديه كبيره او موجودين مع منتخب مصر الاول. لا حقيقه ما فيش الا شريف ومحمد ومصطفى محمد وكده كده محترف يعني. ومحمد صلاح، ادي الثلاث فراوده اللي انا شايف وجهه نظر ان يستحقوا يبقوا موجودين في منتخب مصر. فيش تاني؟ خالص. حدش لفت نظرك في الدوري السنه دي؟ في لعيبه كويسه، في فراوده كويسين محترمين، لكن مش منتخب مصر الفانيلا تقيله قوي. لا الفانيلا تقيله قوي. صح. الدوري السنه دي ما افرص يعني، اعتقد ان نسخه الدوري السنه دي كان فيها نوعا ما منافسه، فيها فرق قدمت مستويات مميزه. مين لفت نظر كابتن علاء ابراهيم؟ يعني قلت لك على مستوى الدوري بره الاهلي والزمالك حتى. انا في وجهه نظري الدوري السنه دي لا يمكن يفرز لعيب كويس. بالضغط اللي كان مضغوط، كل يومين مباراه منهكه جدا، حتى اللعيب اللي عايز يطلع حاجه مش متعود. اللاعب المصري ليه مختلف حاجات على فكره. لا يعني مانويل جوزيه لما جه الفتره 2001 عمل لنا النظام اللي هو اليوم كامل. مش معظم كل اللعيبه ما كانتش شايفه في الملعب، البدايه كانت وحشه جدا جدا. بدا يغير على اسلوب الحياه والعيشه بتاعه النادي بتاع اللاعب المصري، فبدأت الدنيا تتغير وبدأ نكسب بقى ونخش بطولة افريقيا وحققنا البطولة. لو استمر بالشكل ده كانت الدنيا هتختلف خالص. كان محتاج وقت. كان محتاج وقت. محتاج وقت ومحتاج صبر. بالظبط. لكن لما جه غير، احنا مشكلة اللاعب المصري عشان تلعب كل يومين مباراة مستحيل. ما الأهلي عملها السنة دي كابتن علاء، ده الأهلي لعب هو الاهلي لعب 19 مباراه في 55 يوم. هو الشهر بس الوحيد اللي هو الاخير ده بتاع الدوري. لا وفي رمضان. لكن الاهلي الاهلي طبعا البطولات اللي كان داخل فيها الاهلي يطلع من السوبر يخش في كاس افريقيا يطلع مش يعني لا طبعا مباراه. بس النادي الاهلي برضو عنده يعني ذخيره كبيره. عنده ذخيره كبيره. افضل لاعب الاهلي الموسم ده من وجهه نظرك؟ لا في وجهه نظري انا شايف محمد شريف افضل من الناس يعني رقم واحد. شايف ايمن اشرف الحقيقه عامل موسم مميز. الشناوي طبعا هايل حاجه جميله جدا. يعني اكرم توفيق قفشه يعني قفشه بص يعني انا بص يعني قفشه انا بحق يعني لعيب كويس بس برضو ليه حاجات كده يعني مش عارف يعني ما بقى يعني محتاج ان هو يعني ياخد الموضوع باهتمام على طول. النادي الاهلي افضل صانع العاب في مصر مين طب من وجهه نظر علاء ابراهيم النهارده؟ لا هو حاليا قفشه. قفشه يعني مش محتاج كلام طب يعني. اديله حقه كده. لا قفشه طبعا. طيب عايز اكلمك على صفقات الاهلي الجديده وخصوصا انه اغلبهم يمكن مهاجمين. اسمع راي واحد من نجوم خط هجوم النادي الاهلي في بدايه الالفيه. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن علاء ابراهيم. ما فيش شك انه كل جمهور النادي الاهلي بدون استثناء هنا بقى بتكلم وكل ثقه في انتظار ظهور صفقات الاهلي الجديده بتيشيرت النادي الاهلي ونشوفهم في الملعب ونشوف تاثيرهم. بس قبل ما نشوف ده خلينا نسمع راي كابتن علاء ابراهيم. وبما انه الصفقات كابتن علاء ابراهيم اغلبهم يعني باستثناء كريم فؤاد كلهم يعني في الخطوط الاماميه خطوط هجوم النادي الاهلي سواء بيرسيتاو حسام حسن او لوي ميكسوني. خليني اسمع رايك فيهم وشايف ازاي قدراتهم او شايف ازاي ممكن تكون اضافتهم لفرقه النادي الاهلي. نبتدي بحسام حسن الاول بما يعني انه اكتر حد متشاف فيهم. حسام حسن فرد كويس يعني فرد كويس. مع انا كنت اتمنى بقاء احمد ياسر الفتره دي مع شريف مع بيرستاو ومع ميكسوني يعني. وكان موضوع حسام كان ممكن يستنى شويه. ده في وجهه نظري يعني. تمام. لان انت برضو هو لعيب كويس الحقيقه لكن انت ينجح او ما ينجحش في وجهه نظري مش النادي الاهلي. القصه بتبقى كوره بس؟ شوف يعني القصه بتبقى امكانيات لعيب بس ولا في عامل تاني؟ لا امكانيات لعيب والنادي الاهلي لما يجي محتاج لعيب هينجح ولا لا؟ يعني بين الاثنين ينجح ولا لا؟ حتى لو امكانياته كويسه. ايوه يعني في لعيبه انت جيت الاهلي من المنيا وكانت امكانياتك كويسه. بس نجحت. ايه العوامل اللي كانت بره؟ بس في لعيبه برضو لعيبه كانت امكانياتها كبيره جدا في انديه وجات النادي الاهلي وما نجحتش. مظبوط. لو قلت لك اسماء يعني محمد عبد الله كان حاوي في الاسماعيلي. ايوه
ما عادي جدا، في لعيبه كبيره جدا جت النادي الاهلي وامكانياتها كانت كبيره جدا. دي ده رقم واحد. لو على الامكانيات، امكانياته برضو مش هو يعني في وجهه نظري انا مش متجني عليه، لكن انا شايف في وجود شريف يعني مش يعني لا ما مش النادي الاهلي يعني الصفقه دي يعني هو 50-50. تراهنش على التطور يعني؟ ما في لعيبه جت الاهلي ما كانش حد يسمع عنها وما كانتش حاجه كبيره قوي يعني التطور يعني. طيب التطور يعني يعني عصام الحضري جه النادي الاهلي ما كانش عصام الحضري، لكن خرج من الاهلي اسطوره. وائل جمعه جه من المحله ما كانش وائل جمعه، ما كانش الصخره يعني، لكن خرج من الاهلي واحد من افضل مدافعي التاريخ في الكره المصريه. لكن وهكذا في اسماء كتير. البدايل في الوقت ده كانت موجوده ولا لا؟ يعني بمعنى ان عصام الحضري كان مين بديله في الوقت ده؟ ما كانش يعني، كان الكابتن احمد شوبير كان بيقف وهو كان البديل اللي طالع وراه. مين بديله؟ هتلاقي بقى مصطفى كمال كان على مسافه بعيده شويه، تامر امير عبد الحميد مسافه بعيده، احمد فوزي مسافه بعيده، فكان دي لكن البديل بتاع حسام عندك الشناوي. احنا ليه هنروح بعيد؟ ليه انا ضربت مثل بالحضري؟ طب ما الشناوي الشناوي جه الاهلي وتعاقد معاه وكان بيقعد احتياطي لإكرامي لما كان إكرامي حارس أول. تمام. قدرة شناوي على تطوير مستواه خليته مش بس نمرة واحد في الأهلي، خليته نمرة واحد طيب على مستوى مصر كلها. أولا التشبيه بين الاثنين، بين الحارس وبين راس حربة مختلف تماما. تمام. بدليل. طب ليه ما تصبرش على بواليا؟ لا أنا صبرت على بالمناسبة بواليا بشكل رسمي. خليني أقول لحضراتكم مالاتاي سبور التركي اعاره طيب. مع بند طبعا بحقيقه. طيب. ليه ما صبرتش على بولي؟ انا صبرت على فلافيو سنه بحالها. لا بس انت وبقى واحد من اهم المهاجمين المحترفين اللي جم في تاريخ مصر. كان موجود برضه، كان في عماد متعب و كان في وبعدين فلافيو الوضع كان مختلف، ما كانش فيه الشريحه الكبيره اللي موجوده دلوقتي. طيب خلينا نقول حسام 50-50 زي ما انت قلت. لا انا بس بتكلم في نقطه ايه، ان انت تصبر عليه. طب ما تصبرتش على بولي ليه؟ ما انت بولي يا دوبك كام شهر ورحت ممشيه. هو راس الحربه كده. ايوه عشان كده انت مش محتاج تصبر، لكن حارس ممكن تصبر. استنى الشناوي شويه. ليه؟ لان كان في راكب. مين؟ اكرامي. اكرامي ركب الشناوي مشي. قبلها عصام الحضر حضرتك اديت مثل بيه. كان مين اللي راكب؟ كان كابتن احمد شوبير. ايوه. خد وبدا بقى عصام الحضري. لكن انت ليه ما صبرتش على بواليا؟ راس الحربه مختلف تماما عن التشبيه بتاع. فكان ممكن احمد ياسر يقوم بنفس الدور بتاعك وابنك. ده رقم واحد. هنيجي لبيرسيتاو. انا شايف بيرسيتاو وميكسوني، انا شايف صفقتين لا ممكن يعملوا معانا فرق كبير جدا. الحقيقه فرق كبير جدا، لان للامانه برضو الاطراف عندنا في النادي الاهلي محتاجه شغل كبير جدا. يعني محتاجه شغل كبير جدا. يعني انا شايف اجنحه يعني ولا تتكلم على الطرف المهاجمين. ما هم خلي بالك ميكسوني وبيرستاو الاثنين بيلعبوا، ممكن يلعب صريح وممكن يلعب طرفين. انا شايف دول ممكن يعملوا معانا فرق كبير جدا، لان الاطراف عندنا الحقيقه لا احنا محتاجين. هنتكلم بقى، نقول طاهر، هنقول حسين، هنقول صلاح والشحات، حسين الشحات طبعا وطاهر. يعني شايف انا في وجهه نظري يعني حسين الشحات مر بفترات يعني نزول وطلوع نزول وطلوع. النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مش محتاجين حد ينزل، احنا محتاجين كل الناس تطلع. طيب فاعتقد ميكسوني وبيرستاو صفقتين مهمين جدا، هيفرقوا معانا في الحته اللي فوق مع شريف ان شاء الله، يعملوا لنا فرق كبير جدا. كريم فؤاد. كريم فؤاد صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي جدا الحقيقه. لعيب صغير في السن، لعيب عنده طموح كبير جدا، ودي مهمه جدا. لاعب منتخب، ودي برضو بتدي له الضغوطات اللي هي يعني تبقى موجوده. يعني لعيب المنتخب ده بيتحط تحت ضغوطات للنادي الاهلي بالظبط. شايفه لعيب مهم، صفقه مميزه جدا، يدينا كذا سنه الحقيقه. ممكن يلعب رايت ليفت الحقيقه، انا شايفه في الاثنين كويس. لكن انا في وجهه نظري وممكن الكلام ده نستنتجه الفتره اللي جايه من الماتشات، ان هيبقى رايت، لان هو رايت حاجه محترمه جدا. حته الليفت انا بحب اللي بيلعب رجله الشمال. احنا في النادي الاهلي بالذات كمان ما بينجحش الا بيلعب رجله الشمال. لعبت مع جيلبرتو. جيلبرتو وعماره قبليه. وعماره طبعا. سيد معوض. ايوه. طبعا معلول الفتره الاولانيه، دلوقتي بقى خلاص بقى يعني معلول الدنيا بدات يعني تبعد عنه شويه. لازم يبقى ما جابش الفورمه اللي هي قبل الاصابه.
بص يعني احنا خدنا منه خلاص. انا في وجهه نظري خلاص بقى، يعني احنا 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 خدنا احسن حاجه في معلول. كفايه ده في وجهه نظري، يعني نشوف حد تاني. والمشكله بتاعت النادي الاهلي او احنا لما بنحب بنصبر كتير قوي، يعني صابرين على معلول كتير قوي بس عايزين بديل. بس هو ما خدش فرصه برضه، يعني يعني هو الموسم ده قعد تقريبا غايب شهرين، ودي فتره طويله جدا في اصابه. انا بتكلم خلاص يعني معلول حتى لو ادانا السنه دي السنه بقى محتاج حاجه تجهزها بعد كده. هو ده الكلام. يعني احنا بندور على باك رايت لحد ما مش احمد فتحي، مره هاني مره اكرم، مش لاقيين. ايه رايك في اكرم في المركز ده؟ يعني النادي الاهلي يعني في بعض ماتشات الماتشات اللي هي مثلا افريقيا بقى، دور قبل النهائيه، كاس عالم انديه، بنلعب الفرق القويه في الدفاعيه، لكن هجوميه لا. يعني اكرم لحد هذه اللحظه ما عملش اوفر جول. لا ازاي يا كابتن علاء؟ واحد ده اتطور. لا يعني اتنين. اكرم في لما ابتدى يحط يثبت رجله وحط رجله في الحته دي الى حد كبير اتطور هجوميا، عمل اكتر من اسيست. شوف انا عايز اقول لك حاجه، انا كلاعب كوره حاسسها او كمدرب، انت كمهاجم مستني، او كمهاجم مستني مستني العرضيات اللي جايه من اليمين والشمال. يعني انا شايف ان اكرم مش مبسوط في الحته دي كمان. بيأديها. ايوه انا كلاعب كوره قديم مثلا ومدرب دلوقتي، انا بتفرج على اكرم هو مش مبسوط، هو يعني مش سعيد وهو بيلعب بكراي. هو بيأديها الولد ما شاء الله، وحاجه روح وقلب وجدعانه ما شاء الله، بس هو مش مبسوط. دي حاجه يعني انا شايف، احساسك انت كده، انا حاسسها الحقيقه. لكن هو في نص الملعب لا، حاجه محترمه جدا طبعا. انا شايفه هو والسوليه وحمدي فتحي. انا في وجهه نظري ديانجي يعني لو جات له حاجه. ترشح لنا حد، مين عجب باك شمال عجب كابتن علاء ابراهيم في السيزون الاخراني؟ يعني انا يعني انا اذا كنت احنا بنقول يعني باك ليفت، بنقول عبد الشافي ما شاء الله، يعني كام سنه دلوقتي 35 و 36 منتخب مصر. فهتقول مين طيب؟ لا انت لسه بتقول لي انا عايز حد للي جاي. يعني دي يعني ده النادي الاهلي بقى، ده التفكير النادي الاهلي، ان احنا محتاجين حد مكان معلول بقى ياخد مع معلول. بالظبط. يعني معلول ناخد منه خبره من معلول ناخد منه شويه ونديله وقت تاني، يعني حبه في حبه. يقول لي اسم مين لفت نظر كابتن علاء في يعني 18 فرقه في الدوري العام ما فيش لعيب باك شمال لفت نظر والله على ابراهيم؟ انا يعني انا يعني مش شايف الباكات ليفت اللي هو يعني المكان ده الحقيقه نادر جدا. ايوه ده حقيقه، يعني الباك ليفت الحقيقه نادر جدا. انا مش يعني مش مركز قوي في مين حد دلوقتي. حد لفت نظر بالظبط. لكن في لكن هو طبعا في حد كويس طبعا. لا في، انا شايف احمد فتوح بتاع الزمالك لا حاجه ما شاء الله هايل. محتاج بس شويه شغل. ايه شويه شغل؟ ما شاء الله قوي سريع، واحد على واحد بيعدي، ودي ميزه. ميزه الاوفر. محتاج مدرب كده كل تمرين يمسك له ويعمل له مهاجم برضه يا كابتن علاء، ما بتفكرش غير في الاوفرات. عايز اللي يمول. ديفيد بيكهام في مانشستر يونايتد كان هو لحد ما مشي وراح ريال مدريد وباريس ولف اللفه بتاعته دي، كان بيعمل الاوفر كده بيوصل زي ما هو عايز. منين؟ كان كل تمرين بعد في مانشستر يعمل له 50 فاول، 50 اوفر. هو ده اللعيبه دي اللي محتاجها. هو لا ده محتاج ده بس، لو ظبط الاوفر خلاص خلاص الموضوع خلص يعني. لكن واحد زي معلول مش عامل له اوفر، اللي هو اوفر وسليم. لا معلول اكتر عدد يعني لو قلنا كام اسيست السنه دي علي معلول رغم انه غاب شهرين. لكن اللي ناقصه معلول مش قادر اجيبه له دلوقتي. القوه، السرعه، خلاص السن، خلاص الموضوع خلص. المركز ده محتاج لا محتاج قوه وسرعه ومهاره طبعا. بس انا براهن على معلول السيزون الجاي، يعني شايف انه ابتدى او استعاد جزء كبير جدا من فورمته من الفتره اللي رجع فيها، واعتقد انه السيزون الجايه هياخد وقت يبقى اجهز، يبقى بدنيا واقف على رجله. انا في وجهه نظري اقل سنه هنشوفها المعلول السنه كاصابات، لا قدر الله يعني ان شاء الله ربنا يحميه. يعني الاصابه بتاعته لما بيتصاب السن الاستشفاء بتاعه غير لما كان قبل كده. طيب في مراكز ثانيه شايف ان الاهلي محتاج يدعمها؟ يعني انا شايف التلات اربع صفقات اللي جم يعني مميزين جدا الحقيقه. محتاجين حارس مرمى مع الشناوي. يعني انا بسمع دلوقتي الشناوي لا طبعا التفكير ان هو يمشي مستحيل. احنا عشان نعمل الشناوي من عصام الحضري للشناوي بص كام سنه، يعني شوف كام سنه عملناها النادي الاهلي عانى فيها لحد ما يوصل الشناوي للمرحله اللي نقول كابتن احمد شوبير الشناوي، كابتن اكرامي، كابتن صبطي بدر رحمه الله عليه، عصام الحضري، الشناوي. لا احنا النادي الاهلي لا يفرط في الشناوي طبعا، دي موضوع مرفوض تماما. ده في وجهه نظري يعني. أيوة. لكن مصلحه النادي الاهلي او مصلحه الشناوي دي بتاعتهم هم يعني. لكن انا شايف ان عشان عوضنا نجيب حد بقيمه احمد الشناوي وقيمه عصام الحضري والناس الحراس الكبار دول خدنا وقت كبير. لو مش الشناوي انا في وجهه نظري
هنحتاج وقت كبير جدا. يبقى كل اللي بنعمله ده للاسف ممكن يضيع في لحظات. مش معنى كده ان الاقل يعني مش كفاءه، لا، بس خلاص الشناوي خد النادي الاهلي خلاص، يعني بقى نادي الاهلي بقى جون كبير خلاص. عشان نعمل حاجه تاني انا في وجهه نظري يعني ان شاء الله ما يخرجش يعني. ايوه، نتمنى انه يستمر مع الموسم اللي جاي. طبعا مين مع الشناوي؟ مين برضو ممكن يعني لو بتفكر في دعم حراسه المرمى؟ قلت لي ثلاث اسماء. انا كنت اتمنى عامر عامر. المهدي سليمان. مهدي سليمان. دول الاثنين اللي انا كنت ممكن يعني يبقى حد مع الشناوي. لحد صغير انا شايف وجهه نظري اللي موجودين علي لطفي، شوبير، لازم يبقى موجود متواجد. في برضو جون انبي، برضو جون شايفه كويس. يعني ده يعني انبي بس، مش شايف حد تاني يعني ممكن يركب تاني مع النادي الاهلي غير عامر، المهدي، والحارس بتاع انبي، لكن مش متذكر اسمه الحقيقه. برايك في مستر موسيماني ومشواره مع النادي الاهلي من اول ما تولى المسؤوليه في نهايه الموسم الاخراني وصولا للحظه اللي احنا فيها؟ ارقام يعني كبيره جدا الحقيقه، ارقام مميزه جدا. كانت مغامره جدا الحقيقه من كابتن خطيب. استغربت اول ما سمعت الاسم. طبعا يعني لا، كانت مغامره كبيره جدا انه يجيب موسيماني ما حدش يعرفه. نجحت يعني المغامره؟ لا طبعا، لا طبعا نجحت باقتدار. معلش، لما تخش في اربع خمس بطولات بتحقق يعني بطوله واحده بس بتضيع منك، واسباب اللي انت حققت الاربعه اللي قبليه، لا طبعا انجاز كبير جدا. يكمل. اول بطوله ضاعت منك في النادي الاهلي كانت ايه؟ كان الدوري 2003. كان مستر جوزيه؟ لا، كان بونفرير. كان بونفرير. كنا رايحين ماتش انبي في المولين. وخلاص يعني كسبنا انبي ناخد الدوري. ايوه، ده ماتش انبي. فاكر انت؟ ايوه طبعا. ده يعني كانت حسره ما بعدها حسره. احنا يعني كنا متصدرين وفرق والدنيا كويسه ورايحين انبي نكسب، يعني انبي كمان كان لسه طالع، مش انبي دلوقتي يعني. ايوه. وكنا رايحين في المولين والاستاد مليان، خلاص هنكسب الحقيقه. ويجي جون كده يعني بالدماغ وضيعنا بتاع يعني، وربنا كان يعني مش كاتبها. بالظبط كده. دي الحقيقه كان اخر مباراه كمان في الدوري. ايوه، في الحقيقه دي. وكمان 2002 اسماعيلي. برضو الاسماعيلي السنه دي كنا احنا بننافس احنا وهم، التعادل مع المحله في المحله ضيع لنا الدنيا، وكنا كسبانين الاسماعيلي في اسماعيلي بتاع 4-4 ده. أيوه. 4-3 خلاص الماتش خلص. ايه الكواليس اللي بعد خساره بطوله في اوضه اللبس؟ بص، هو شوف يعني النادي الاهلي بيختلف، يعني الناس بتتكلم على وقفه الكابتن الخطيب في ماتش الجونه. ماتش الجونه دي يعني الكابتن الخطيب مش محتاج ميديا، مش محتاج، ده الميديا هي اللي بتروح له. الكابتن الخطيب هو ده النادي الاهلي، هو ده الوقت اللي فيه الكابتن الخطيب. انت لو تلاحظ، لو خير الكابتن الخطيب انه يقف في المنصه مش هيقف. لو خير يعني، لو قالوا له لو انت ممكن ما تجيش مش هيجي، لكن في الوقت ده هو ده كابتن الخطيب، هو ده النادي الاهلي، لازم يقف جنب ولاده في الوقت ده. فدايما الانكسار لازم كلنا، ولازم كابتن الخطيب زي ما انت شايف كده حاجه مشرفه. هو ده النادي الاهلي، هو ده الوقت اللي اللعيبه محتاجاه، مش الوقت ان انا بسلم الميداليات، لا. انا زي ما بقول لك، لو خير الكابتن الخطيب في مراسم التتويج ان هو ما يبقاش موجود، والله انا متاكد انه ما يوافق. لكن في الوقت ده هو ده كابتن الخطيب، هو ده لعيب الكوره، هو ده رئيس النادي الاهلي. في الانكسار هو ده، هي دي اللحظه ان شاء الله باذن الله الحقيقه تتحط في التاريخ. الموقف ده هو الحقيقه ما بيتاخرش ابدا. لا لا لا، ده الموقف يعني ده بالنسبه للعيبه، خلي بالك الموقف ده ما يحسوش جمهور. ايوه، يحسوا لعيب. في الوقت ده انت بتشوف رئيس النادي ده حاجه كبيره جدا، في الوقت ده بتطبطب عليك وانت خسران بطوله. ده موقف، ده انا في وجهه نظري من يتحط في تاريخ النادي الاهلي. طبعا لحظه مراجعه حسابات، لحظه نظره لقدام، لحظه تخفيف ضغوط، والحقيقه اللعيبه اتحطت تحت ضغوط رهيبه الموسم الاخير يا كابتن علاء. طبعا بقول لحضرتك، اربع بطولات، لما تفقد بطوله ويبقى رد الفعل من صحيح. رئيس النادي بالشكل ده، انت مش هقول تكسف على نفسك، لا، ده هو يعني بقى ادانا شحنه كلنا. يعني انا زي ما بقول لك، ممكن الجمهور ما يحسش بالوقفه بتاع الكابتن الخطيب دي. توقعاتك للموسم الجاي، موسم صعب، خلينا اخد بس رايك في شكل المسابقات، معالم كاس مصر، مع انك ان احنا نكمله
في ظل الاجنده المضغوطه دي ولا يتم الغائه؟ رايك في مستوى التحكيم مع وجود تقنيه الفار، ورؤيتك لازمه مشكله الدوري يتعمل مجموعتين، يتعمل دور واحد، نلعبه بشكله الطبيعي التقليدي، رايك ايه في الثلاث نقط دول؟ اول حاجه يعني بالنسبه لشكل الدوري، انا في وجهه نظري المجموعتين فاشل، مجموعتين فاشل. انت ممكن بقى تشوف حاجه بقى يعني تضغط بقى زي كده كل يومين مباراه، كل ثلاثه مباراه، مش ممكن. عندك تصفيات كاس عالم، عندك بطوله عربيه اللي هي كاس العرب، عندك امم افريقيا في يناير، وعندك مشاركات الانديه في دوري الابطال والكونفدراليه، وعندك مشاركه الاهلي في كاس عالم انديه، فهتعمل ده كله امتى؟ مش عارف يعني مش تتعمل ازاي. طب لو بتختار بين دوري مجموعات، يعني دوري يتلعب على مجموعتين تسع فرق وتسع فرق، ويعملوا مثلا دوره مجمعه بين الاول والثاني من هنا والاول والثاني من هنا، ولا دوري يتلعب من دور واحد افضل من وجهه نظر علاء ابراهيم؟ لا هو دوري من دور واحد لا، يعني لا. لو كده هيبقى المجموعتين افضل، وياخد الاربع الاوائل مع الاربعه اللي تحت يعملوا على الهبوط والنزول وخلاص. تمام. كاس مصر، كاس مصر انا شايف وجهه نظري يعني انا اتمنى انه يكمل، انا محتاج بطوله. انت هيكمل عشان الاهلي يعني. انا اليومين دول انا يعني انا مشحون، عايز بطوله. يعني عايز بطوله يعني. حتى لو كان احنا استكفينا يعني اصحابنا الزملكاويه يعني الناس ايه شحنونا يعني، محتاجين بقى ان احنا نرجع لطبيعتنا يعني. فانا محتاج بطوله. استنى انا كعلاء ابراهيم ومشجع اهلاوي جايه كتير، انا محتاج بكره نهائي كاس مصر جايه كتير يا كابتن علاء. عشان كده بسمع يعني يقول لك ان احنا لو اتلغى كاس مصر الزمالك ياخده عشان وصل للدور الاربعه. الحقيقه يعني مش عارف، نادي الزمالك الحقيقه نادي كبير جدا، بس مش عارف المسؤولين يعني ارجو ان هم يعني اسم نادي الزمالك اسم كبير جدا يا جماعه، لازم هم يتحملوا مسؤوليه، هم يتحملوا مسؤوليه. فانا محتاج ان انا بطوله جايه. خلينا ناخد رايك في الثلاث فرق اللي طلعوا للدوري النسخه الجديده. طبعا الثلاث فرق يستحقوا من وجهه نظرك يعني هم الاقدر او يعني شوف الشارع الدخان، وانا كنت طبعا انت مشارك في الانجاز طبعا بالظبط، المدرب بتاعهم اخر شهر يعني، دي اللي انا تركت النادي او هم اقلوني يعني زي ما بيقولوا. لا النادي الشارع الدخان يستحق طبعا. اولا النادي ما شاء الله يعني امكانياته دور ممتاز ده حقيقة. لكن عندهم مشكله، لان برضو الشركه ممكن ما تصرفش، من الناس متخيله ان الدخان لا الدنيا ممكن ما تبقاش مظبوطه، امكانيات ماديه يعني، امكانيات ماديه برضو مش هتسري الكره الدوري ده في وجهه نظري. طالعين يلعبوا كوره وينافسوا ولا طالعين تمثيل مشاهد يعني؟ في وجهه نظري هيعان، هيعان ده في وجهه نظري هيعان. لان حتى الصفقات لحد دلوقتي انا مش يعني ما قريتش حد ان هم يعني يجيبوا لحد دلوقتي، لكن دي رقم واحد. كوكا كولا لحد هذه اللحظه لا تعاقد وبيدور على مستثمر، فواضح ان الدنيا برضو يعني صعبه جدا. فانا شايف الفرقتين دول من الفرق اللي هتبقى مرشحه الفتره اللي جايه. الوحيد اللي هو هيستمر فاركو زي سيراميكا كده، نادي مستقر، شركه خاصه، نادي عنده امكانيات ماديه وبشريه كمان، رئيس النادي راجل سنا صغير في السن، راجل متفتح، عندهم شغل كويس محترم، جايب حتى كل اللي بيشتغل معاه شباب. فاعتقد ان فاركو هتبقى يعني الحصان الاسود زي ما بيقولوا، هيعمل زي سيراميكا كده، مع ان ما بيصرفش زي سيراميكا. دول الفرقتين، دول الثلاث فرق اللي هم صعدوا. تمام. ارجع معاك شويه كمان بالذاكره، زي ما ابتديت كده بلقائي معاك بشويه ذكريات، نرجع شويه ذكريات تانية، وتعالى نشوف شويه صور كده وتعلق لنا عليهم، تفتكر معانا كده اهم اللقطات والمواقف بمناسبه برضو مرحله وحدات الاردني 2005. كنت رحت محترف كده في نادي الوحدات الاردني. انت كنت اغلى صفقه في الدوري الاردني. كنت اغلى صفقه بقى، وكنت كمان نادي الوحدات الاردني عامل زي النادي الاهلي كده، هو الفيصلي والوحدات. الوحدات يعني جماهير كبيره جدا وجماهير عريضه جدا الحقيقه. فرحت الحمد لله خدت احسن محترف، خدت هداف الدوري وخدنا بطوله الدوري. نروح للصوره اللي بعدها. ده هدفي طبعا في نادي الزمالك، اول هدف دي الكره اللي كانت فيرست تايم صح؟ نعم، دي الكره اللي خدتها فيرست تايم. فيرست تايم بالظبط، اللي عملها لي الكابتن ابراهيم حسن. ايوه.
انت وبيبو ده دي هدف برضو عامله لي خالد بيبو، كان مباراه الاتحاد برضو عدى وعامله لي كده، بس مش شايف رقم لسه مين. على تواصل مين اقرب حد من اللي لعبت معاهم يعني في الجيل ده لسه في تواصل بينه وبين كابتن؟ طبعا لا كلنا الحمد لله، احنا الجيل بتاعنا يعني عندنا انتماء شويه لبعض، العشره كانت كويسه جدا. سيد حفيظ، خالد بيبو على طول تواصل على طول مع بعض، احمد فوزي، شرف، حسين شكري، لا كلنا الحمد لله، كابتن وليد طبعا، هادي خشبه، كلنا الحمد لله لسه فورمه كابتن علاء طبعا. طب عظيم، نبقى يعني نلعب مع بعض بقى طبعا كده طبعا. نروح للصوره ثانيه، دي برضو الدوري الاردني يعني. عملت موسم هايل تقريبا، دي فرقه اسمها شباب الاردن، برضو من الفرق اللي كانت بتلعب في اسيا وكانت بتنافس كمان على تقريبا على الكاس، كاس اسيا، من الفرق برضو المحترمه في الاردن. اهلي ترجي، ده الاهلي والترجي 2001 قبل نهائي، بس مش عارف بقى دي في الاهلي ولا في عندنا في استاد القاهره ولا في تونس، بس الحقيقه الماتشين كان ليهم يعني قصص غريبه جدا. الماتش الاولاني الماتش الاولاني 0-0، ضيعنا جوين كتير جدا جدا جدا. الماتش الاولاني كان هنا، كان هنا 0-0، ورحنا هناك يعني الاجواء في تونس طبعا انت عارف، ده الجون بتاع سيد، بتاع سامح حفيظ، هو اتلعب وانا عملت له كده وراح هو واخده كده، الحمد لله ربنا ييسر الحال يعني طبعا. ودخلت 1-1 وصعد. ده هي اهم هدف في مشوار كابتن سيد عبد الحفيظ. لا سيد يعني سيد لعيب كبير جدا طبعا طبعا، بس الجون ده والمكان اللي شاط منه الكوره طبعا يعني خدها في الصايم على طول بس سيد لك لعيب جامد جدا. سيد انا لحد هذه اللحظه انا مش شايف حد زيه في نص الملعب، لا سيد قوي، سرعه، قوه، يعني بنتكلم يعني طارق حامد على لعب مثلا قفشه، على قوه وشوط السوليه، لا يعني سيد حفيظ كان قصه ثانيه في نص الملعب. طبعا. طيب نروح للصوره الثانيه، ماتش الريال فاكره؟ طب قبل ماتش الريال دي بطوله افريقيا برضو. ده ابراهيم سعيد طبعا، بس طبعا انت عارفين ده ابراهيم سعيد طبعا دايما ضارب، لازم يبقى ليه حاجه، لازم يبقى في لون دوكو، سيد عبد الحفيظ، فاروق، شيتو ازاي تحت، وائل رياض، وائل رياض مش كده؟ ده صندي ولا ده حد تاني؟ لا ده تشيرنو، ده تشيرنو، كان جاي من القناة. ايوه بالظبط، كان لعيب جامد تشيرنو برضه. بالظبط جدا، كان لعيب قوي. دي 2007 منتخب مصر. كنا في بورسعيد تقريبا، في البطولة العربية. كنت في 2007 كنت انا بتروجيت، كنت هداف الدوري، وانضميت انضميت لمنتخب مصر، وحققنا البطوله دي، بطوله كاس العرب خدناها، كنا كانت في بورسعيد واسماعيليه والقاهره، ووصلنا النهائي وخدنا البطوله يعني. بس من 2007 لدلوقتي الشكل ما شاء الله متغيرش كتير. هنفكرك كمان، دي فرقه الاهلي طبعا، دي 2001. مين التيم فاكر التيم ده كابتن علاء؟ ده هادي طبعا، وده جودة من اليمين للشمال، ده ده هادي وجودة، وده انا، وائل جمعة، لا ده اللي جنبينا ده بقى ابراهيم سعيد تقريبا، تقلي وده حضري، والحضري ابو مسلم، اشرف امين، شادي، حسام غالي اللي من هنا ده تقريبا سعيد عبد العزيز، سعيد عبد العزيز. دي تقريبا نهائي كاس مصر 2002 نورت الدنيا يا كابتن علاء، واسعدتنا بوجودك النهارده، وبشكرك طبعا على صراحتك، وبشكرك على ارائك وكل الحقيقه، عشان يعني نبقى باصين لقدام، وان شاء الله بنوعدك يعني مش بس كاس مصر، لكن ان شاء الله لو اتلعب كاس مصر هيبقى معانا ان شاء الله سوبر افريقيا كمان ان شاء الله مع الرجاء، وتحتفل قريب باذن الله ان شاء الله. يعني اتمنى طبعا زي ما بقول لحضرتك، انا فعلا كمشجع وكمحب النادي الاهلي محتاج بطوله بكره دلوقتي ان شاء الله باذن الله، فان شاء الله يعني نحقق. انا سعيد جدا بحضرتك الحقيقه، من المذيعين والمتالقين الاعلاميين الجمال جدا، شكرا جدا الحقيقه، استضافه جميله جدا يعني. شكرا لحضرتك على وقتك وعلى وجودك معنا في السادسه، اسعدتنا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ليك كل التوفيق والنجاح. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله هيكون يوم العالمي، هنتابع اخر اخبار الميركاتو، وهنتابع كمان بدايه انطلاقات الدوريات الجديده والقرعه بتاعه تشامبيونز ليج اوروبا، وبالتاكيد كمان هيكون لينا وقفه مع مباراه مصر بكره ان شاء الله المهمه جدا في بدايه انطلاق مشوارها في تصفيات كاس العالم. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله.